ننتقل إلى حل دورة 2017 وهي الدورة التي أتى فيها هذا النص. لنبدأ بالسؤال الأول. طبعا بعد أن أتى النص، النص يكون في ورقة الأسئلة أمامكم موجود، وكأنكم الآن افتحوا الكتاب لديكم حتى يكون النص موجود أمامكم وتجيبوا على الأسئلة. السؤال الأول: answer the following questions، أجب عن الأسئلة التالية. طبعا 6 marks وله 6 درجات. Number 1: why is it difficult to prosecute a computer criminal؟ أعيد: why is it difficult to prosecute a computer criminal؟ نعم يا إسلام، تفضل يا إسلام. استاذ، because usually nothing is actually stolen or physically damaged. رائع، ممتاز جدا. اذا because usually nothing is actually stolen or physically damaged، لانه لا شيء قد سرق فعلا أو بشكل مادي، تضرر بشكل مادي أو بشكل واضح. إذن إجابة صحيحة. الآن السؤال الثاني: How do viruses affect computers؟ How do viruses affect computers؟ كيف تؤثر الفيروسات على الحواسيب؟ سؤال سهل جدا. How do viruses affect computers؟ كيف الفيروسات، ما هو تأثيره على الحواسيب؟ نعم يا عائشة. Does viruses can seriously damage computers and the information contain and the information they contain. صحيحة. إذا viruses can seriously damage. إذا الإجابة موجودة في الشكر رقم 12، في الإجابة رقم 12، في الشوكة رقم 12 في الكتاب. إذا viruses can seriously damage computers and the information they contain. إذا الحواسيب بإمكانها أن تخرب، أو عفوا الفيروسات بإمكانها أن تخرب الحواسيب and the information they contain، والمعلومات التي تحتويها. الآن السؤال الأخير في هذا القسم: What does their line 9 refer to؟ أي كلمة their. طبعا هنا يكون النص أمامكم، يضع لكم رقم السطر ويضع الكلمة التي يريد الإشارة إليها تحتها خط أيضا وفي اللون الغامق. الكلمة موجودة لديكم في النص رقم، في الشكر رقم، أبحث لكم عن الكلمة في الشكر رقم 5. Their actions and their actions في الشكر رقم 5، لاحظتوها؟ أو نعود إلى النص الآن. نعم، سنعود إلى النص بشكل أسهل. حقيقة في معاناة بالنسبة لهذا الأمر. نعم، لاحظوا، هذه هي. نعم، الآن هي واضحة لديكم، لاحقوها. Their actions تحتها خط في اللون الأحمر. هل الصورة واضحة لديكم؟ يستاذ واضحة. تمام، دعونا نقرأ السطر من بدايته، الفكرة من بدايتها حتى نعرف الضمير إلى من يشير. سأقرأه لكم. إذن One issue that makes it hard to fight computer crime is that this type of offense is often more difficult to solve. يقول بأن إحدى القضايا تجعل من الصعب مكافحة مجرمي الحاسوب. لماذا؟ بأن هذا النوع من الاعتداء more difficult to solve، صعب الحل. طيب، than traditional crimes، أكثر من الجرائم التقليدية. Because، لأنه nothing. إذن because the criminals are invisible، لأن المجرمون غير مرئيون. And their actions may be hard to prove. نعم، أعتقد بأن الإجابة صارت واضحة. إذن دعاء criminals. إذن على من يعود الضمير there؟ criminals.
إذا يعود، ممتاز. إجابة كاملة يا دعاء، لو تعطينا إجابة كاملة كما أخبرتكم في الدرس الماضي، الإجابة تكون It refers to criminals. إذن it refers to criminals، رائع. لاحقوا their actions، أفعالهم، أفعال من؟ إذن أفعال the criminals، المجرمون. إذن إجابة صحيحة. الآن نعود، بذلك يكون قد انتهى القسم الأول من الأسئلة. إذن كما لاحظتم القسم الأول من الأسئلة هو عبارة عن الإجابة عن أسئلة من خلال النص. إذن لاحقوا الإجابة الكاملة هي It refers to the criminals، إذن تشير إلى المجرمون. الآن ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني يقول Find words in the text which mean the following، أي أوجد كلمات في النص تعني ما يلي. نعم استاذ، اذا حطينا بالفحص بس كريمينالز بتروح العلامه ولا خلص مثل بعضها؟ لا ما بتروح، ما بتروح العلامه، ولكن هنا بالنسبه لاعود اعود لهذا هذه الفكره، البعض يضع ذا كريمينالز فقط. حقيقه في الدورتين السابقتين اخذوا العلامه بشكل كامل، ولكن لربما احيانا يكون هنالك بعض التشدد في سلم التصحيح فيطلب الاجابه كامله حتى نحن نستبعد الشبهة هذا، فنضع إجابة كاملة، ما نخسران شيء. إذا هي كلمتين it refers to، بشكل دائم ابدأوا إجابتكم بهذه it refers to، وضعوا الإجابة بعد ذلك. نعم نتابع الآن القسم الثاني. Find words in the text which mean the following، أي أوجد كلمات في النص تعني ما يلي. الآن هو سؤال المرادفات. Can't be seen يا تيماء، can't be seen لا يمكن رؤيته، ما هي الكلمة المرادفة لها؟ invisible. إذن تماما تذهبون إلى النص فتجدون كلمة invisible إجابة صحيحة. الآن المرادف الثاني the crime of lying or cheating to get money، أعيدها the crime of lying or cheating to get money. بشرى fraud. Fraud، إذا جريمة الكذب أو الغش to get money لكسب المال، وهي fraud الاحتيال تماما. أخيرا very much or to a great degree. Very much، very much كثير جدا، or to a great degree أو لدرجة عالية جدا. حقيقة هذه المرادفة أتت من خارج المرادفات الموجودة لديكم، وفي تلك الدورة كثير من الطلاب أخطأ فيها. يقول very much، بيان تفضل يا بيان، شيء كثير جدا. Does increase. Increase. Increase يزداد. في لدينا كلمة أبلغ من هذا. increase بمعنى يزداد، أي يزداد في العدد، ولكن لدينا كلمة معبرة جدا عن شيء كثير جدا. عندما نريد أن نقول بأن شيء يكون، أي بمعنى أنه عدد، عدد كبير جدا. رغد استاذ بتصير very quickly بسرعة؟ لا quickly بسرعة هي لها مرادف مرادفها fast أو فاصلة. نعم من لديه الإجابة لهذه المرادفة؟ نعم أستاذ إسلام. نعم يا إسلام. مليونز. مليونز إجابة رائعة، ممتاز يا إسلام. إذا مليونز، لاحظوا آخر كلمة في السطر الأخير، أول كلمة، أول كلمة في السطر الأخير من النص لديكم كلمة مليونز، أي ملايين. إذن مليونز وهو عدد very much كثير جدا، or to a great degree لدرجة كبيرة جدا. إذن هي أفضل مرادف هو كلمة مليونز، ملايين، وهي إذن كما قلت لكم في السطر الأخير أول كلمة. إذن إجابة رائعة. الآن القسم الأخير من الأسئلة وهو Rewrite these sentences about the text to correct the information، أي أعد كتابة الجمل التالية لتصحح المعلومات.
وله 4 ماركس 4 درجات. نمبر 7 identity theft. Identity theft is an example of all the crimes. إذا الانتحال الشخصية هي مثال على all the crimes. الجرائم القديمة. فاطمة. Identity theft is an example of new crimes. ممتاز جدا. إذا identity theft is an example of new أو modern crimes. إذا انتحال الشخصية هو مثال على الجرائم الجديدة أو المعاصرة وليست القديمة. بإمكاننا أن نصححها بطريقة ثانية، كأن نقول مثلا بدل identity theft نضع fraud. Fraud الاحتيال، وتبقى بقية الجملة على ما هي. أيضا تصحح بطريقتين هذه الجملة. الجملة الأخيرة techno criminals fight viruses. المجرمون التقنيون fight viruses، يكافحون الفيروسات. And pay for the goods they buy، ويدفعون لقاء البضائع التي يشترونها. هل صحيح هذا الكلام لبابا؟ لا. The techno criminals who order goods fight buying. إذن تماماً أنت صححت الجملة. Order goods without buying، أي يشترون البضائع بدون دفع، ولكن هل هم fight viruses، يكافحون الفيروسات؟ لا، هم اللي بي. ماذا يفعلون؟ send viruses. الإجابة في الشطر رقم 11. فالشطر رقم 11 لاحظوا في الكلمة الرابعة ما قبل الأخيرة send viruses. إذن لدينا خطأين في هذه الجملة. إذن ننتبه من الجملة، ربما يكون فيها أكثر من خطأ. لاحظي يقول techno criminals fight viruses، أي المجرمون التقنيون يكافحون الفيروسات، هذا أول خطأ. and pay for the goods they buy، ويدفعون لقاء البضائع التي يشترونها، هذا الخطأ الثاني. إذا تصحح بالشكل التالي techno criminals send viruses، يرسلون الفيروسات and don't pay for the goods they buy، ولا يدفعون لقاء البضائع التي يشترونها، أو كما قالت جميلتكم لبابا order goods without buying تجوز أيضا، يقربون البضائع بدون دفع أيضا. ممكن أن نصحح الطرف الثاني كما قالت جميلتكم لبابا.